السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملاء وزملات كرام، يسعدني أكون معكم إن شاء الله في الجزء الرابع من سلسلة All About Bonding in Dentistry. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الأجيال الخمسة الأولى من أجيال البوند مع أمثلة عليها، مع شرح مستفيض يفيد من الناحية السريرية بمعرفة أنواع البوند المختلفة والاختلافات اللي قد تؤثر فعلا على الممارسات وعلى النتائج السريرية. في البداية أتمنى إذا كان عم يعجبكم المحتوى اللي عم قدمه إنه تضغطوا زر اللايك، أيضا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار مع نزول كل محاضرة، وترك تعليق في التعليقات لأن ذلك يساعد الفيديو على الانتشار بحيث تعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. وأتمنى أيضا مشاركة المحاضرة مع زملاء مع زميلات على أكبر نطاق ممكن لتعم الفائدة. خلونا نبدأ. فإذا نبدأ إن شاء الله الحديث عن الأجيال المختلفة. راح أحاول في محاضرة اليوم عشان ما أطيل إني أتكلم على الأجيال الخمسة الأولى، وبدي أتكلم إن شاء الله في الجزء الأخير القادم على الأجيال المتعلقة بتقنية السيلف إيتش واليونيفرسال. مثل ما تكلمنا في المحاضرة الماضية، نحن قسمنا الأجيال إلى ثمان أجيال اعتمادا على مبدأ توتال إيتش والسيلف إيتش، على تقنية الأدهيجن اللي نحن بنعتمدها والإيتش، ويمكن الرجوع للمحاضرة السابقة لتوضيح هاي الأمور بشكل أكبر. فالفيرست جنريشن ظهر مع 1956 مع بداية فكرة الدنتال ايتشين، بس هون ما كان ينعمل دنتال ايتشين، كان ينعمل سيرفيس اكتيفيشن، تكييف للسطح بمادة الـ MBA جاما. اللي الفكرة كانت هون انه ينعمل كيميكال بوند عن طريق الربط بين شوارد الكالسيوم او الكالسيوم ايونز اللي موجوده في الهيدروكسايد اباتايت وليس مع الاورجانيك ماتريكس. طبعا هون كان البوندينج على مستوى الانامل، بس كان الربط ضعيف جدا، حوالي 2 ل 3 ميجا باسكال، وكان الارتباط ايضا ديمومته قصيره تقريبا 6 اشهر كان متوسط ديمومه البوندينج مع هذا الجنريشن. ومن امثله هاي الجنريشن السيرفيدنت، طبيعة الحال هذا جنريشن ما عاد مستخدم. بعد هيك ظهر الجيل الثاني، والحقيقة الجيل الثاني ظهر تقريبا بعام 1970 مع بدء تطور ما يدعى بالكابلينج ايجنت، اللي هي حقيقة بدأت مع الجيل الأول لكن كانت على مستوى الـ MBA جاما اللي أعطاني ارتباط ضعيف. هون تطور الموضوع لاستخدام كابلينج ايجنت اللي هو الفوسفات اللي قابلة للتبلمر، واللي الحقيقة عززت عملية البوندينج لذرات الكالسيوم أو لشوارد الكالسيوم في بنية السن نفسها. كان في عندنا مادة الإستر فوسفات مع البينيل بي والهمة موجودين في مذيب اللي هو الإيثانول، وكان مبدأ الربط أيضا كيميكال بيعتمد على تفاعل قطبي بين الفوسفات أيونز النيجاتيف اللي موجودة في الريزين والبوزيتيف كالسيوم أيونز اللي موجودة في السميرلاير. أيضا كان في معاناة هنا إنه الارتباط كان يحصل له تآكل مع الوقت بشكل سريع، وهون بدأ التفكير بأنه قد يكون سبب الارتباط الضعيف هو طبقة اللطاخة أو السميرلاير. هون بدأ التفكير بموضوع السميرلاير. طبعا قوة الربط مع هذا الجيل 4 إلى 6 ميجا باسكال، ومتوسط السرير إلى ديمومة الربط كان أعلى شوي لحدود السنة تقريبا. من أشهر الأمثلة عليه هو سكوتش بون بريزما يونيفرسال. الثيرد جينيريشن أو الجيل الثالث، الجيل الثالث ظهر تقريبا بين 1970 و 1980. طبعا رافق هذا العقد من الزمن ظهور او اكتشاف موضوع التخريش الحمضي من قبل فوكسوياما، فاستخدم بعض الايتشنز مثل الحمض الملك 2.5%، مثل الحمض الفوسفور او الفوسفوريك اسيد 10%. يعني فينا نعتبره وكانه كان يتم عمل اكتيفيشن اكثر منه ايتشنج. طبعا كان الهدف هو موديفاينج للسمير لاير. من هون اجت فكرة تعديل طبقة اللطاخة، وصار يعني في انتباه لموضوع انه نحن عشان نسمح بالمونوميرز بالاكتشاف في التاجز اللي عم نعملها بالايتشنج فلابد من تعديل طبقة اللطاخة والسمير لاير. طبعا تحسن قوة الربط مع هذا الجيل تقريبا الى 12 ل 15 ميجا باسكال، وتحسن المردود السريري، بس كان في عندنا مشكلة اثارت جدل كبير في موضوع ازالة السمير لاير.
لأنه استخدام هذا الجيل كبوند أدى لاستجابات لمفية التهابية، يعني حصل بالبال انفلاميشنز ريسبونس، فأدى لأنه يستمر الجدل حول جدوى موثوقية عملية تعديل طبقة الأطخ. الجيل الرابع من البوند الفور جنريشن، هون بدأت فكرة إزالة طبقة الأطاخ بشكل كامل، إنه نشيل المسمار بشكل كامل لنتيح اندخال أفضل للمونوميرز الموجود في البرايمر، وبالتالي صارت فكرة البوندينج تعتمد على إنه نستخدم الإيتشينج كمرحلة كخطوة أولى، من ثم نستخدم برايمر نطبقه كمان بعده لمدة تقريبا 15 ثانية، ومن ثم نطبق الأدهيزيف. مثل ما شرحت بالمحاضرات السابقة، جدوى أو سبب التراتبية هي في الخطوات والفوائد السريرية اللي بتجنيها. طبعا هون الإيتشينج يعني صار يستعمل بالشكل اللي احنا بنعرفه، اللي هو 37% 37%، ومع دخول الفورث جنريشن بدأ مصطلح الهايبريد زون، اللي هو مصطلح مهم جدا في عملية الربط وشرحته في المحاضرات السابقة. ظهر طبعا الجيل الرابع تقريبا بين 1980 1990، لكن الحقيقة مع هذا النوع من الجنريشن ظهرت مشكلة هي حساسية التقنية. بغض النظر عن موضوع الخطوات اللي هي بتستهلك وقت أطول في عملنا سريريا، كان عندنا مشكلة إنه نحن عملية البوندينج في هذا الجيل تعتمد على وجود الكولاجين ميش، كانت تعتمد على اندخال البرايمر في الكولاجين ميش على مستوى الدنتين بعد الايتشنج أو في التاجز على مستوى الانف. وكانت المشكلة هو انه عشان يندخل البرايمر مثل ما حكينا في المحاضرات ايضا السابقة، انه الكولاجين ميش هي لازم تكون مفرودة، فلازم يكون في مي، فكان في نوع من المشاكل على مستوى يعني حساسية التقنية، لانه نحن الكولاجين عشان يكون مفرود لازم نحافظ على المي، وبنفس الوقت لازم الانامل يحقق ارتباط جيد، يكون في المظهر الطبشولي اللي بنعرفه ويكون في جفاف كامل. ايضا كان في عندنا مشكله هي انه التحكم بالمحتوى المائي. صح انه نحن البرايمر اللي كانوا يحطوه المذيب هو ايثانول او اسيتون، بالتالي هو بيزيح المي الموجود في الكولاجين، بس عمليه الديسبليسمنت اللي بتحصل على مستوى الووتر ما كانت الحقيقه مضبوطه وكافيه، لانه نحن نحصل على ادخال كامل البرايمر في التاجز في البورز اللي عملناها. هاي طبعا الطبقة الهجينة مثل ما حكينا في المحاضرات السابقة، البرايمر دخل في البورز وسحب معه اللي هو هيدروفيليك، وسحب معه الهيدروفوبيك ريزين الموجود في الأدهيزيف. وكانت المشكلة إنه البورز اللي نحن عملناها لازم البرايمر يوصل لآخر نقطة فيها. لو البرايمر والبوند ما وصل لآخر نقطة وضل في سبيس يعني في ووتر، فهذا رح يكون مثار أو سبب لحصول الهايبرسنسيتيفيتي. مشان هيك مع هذا النوع مع هذا الجيل كانت مشكلة الهايبر سنسيتيفيتي مشكلة شائعة. أيضا موضوع الميكرو ليكيج كمان كان من المشاكل الملحوظة. طبعا البوند سترينجز مع هذا الجنريشن ارتفعت تقريبا ل 25 ميجا باسكال، ولذلك على مستوى البوند سترينجز فينا نعتبر انه هذا الجنريشن هو اقوى انواع، يعني هو الأقوى من بين كل أنواع الجنريشن حتى اللي راح نتكلم عنها لاحقا من ناحية قوة الربط. طبعا من أشهر الأمثلة على الفورث جنريشن هو الأول بوند من شركة بيسكو، بوند محترم طبعا، والبرايم أند بوند إن تي من شركة تيد سبلاي، كمان بوند محترم وشركة ممتازة. في عندي أيضا أنواع أخرى مثل سكوتش بوند اللي بنعرفها من 3M، بوند مميز واستمر تطوره إلى الآن على مستوى الأجيال. أيضا من شركة بيك كير عندنا الأوبتي بوند اف ال. طبعا اللي شايفينه هنا عبوتين، لأنه الإيتشينج ممكن يكون عبو منفصلين. بعض الشركات بتتيح الإيتشينج مع كعبوة مرفقة مع النظام أو السيستم نفسه. الجيل الخامس من أجيال البوند هو جيل يعتمد يعني في محاولة لتقليل الخطوات السريرية في تطبيق البوند، مثل ما شفنا مع الجيل الرابع كانت 3 خطوات، فدمجوا البرايم والأدهيزف بعبة واحدة، فصار في عندي سيف برايمينج أدهيزف.
فبيطبق الايتشنج مثل ما حكينا من المحاضرات السابقه، ومن ثم البرايم والاديزن. اذا هو توتال ايتش تكنيك، ويت بوندينج لانه نحن رطوبه مهمه داخل الدنتين باعتبار انه السولفنت مع هال النوع من البوندينج هو ايثانول او كحول، وبالتالي بيندخل وبيزيح المي، ونحن محتاجين هاي الويتنس لانه البرايمر هيدروفيليك فهو محتاج عشان يدخل الى الماء. طبعا تشكيل الطبقه الهجينه او الهايبريد لاير اللي لها علاقه بقوه الارتباط، طبعا قوه الارتباط تناقصت مع هذا النوع من الجيل قياسا للفورث جنريشن. والحقيقه انه سبب انه كمان عملوا البرايم مع الادهيزيف وضحوا بقليل من قوه الارتباط، مو بس تقليل الخطوات السريريه، بل انه كانت مشكله فرط الحساسيه او الهايبر سنسيتيفيتي مع الجيل الرابع هي مشكله جديه. ظنوا بوقتها انه قد يكون السبب هو انه البرايمر لوحده لما يتطبق ومن ثم الادهيزيف فبتكون صعب ضبط عمليه بقاء البرايمر داخل الكولاجين ميش. فمن هون اجت فكره انه ندمجهم سوا، وانه البرايمر يندخل في الكولاجين ميش وفوق الادهيزيف ريزين مباشرة، ممكن يقلل من عملية الهايبر سنسيتيفيتي او من ظاهرة الهايبر سنسيتيفيتي بعد الريستوريشن. طبعا من اشهر انواع الفيفث جنريشن اللي ممكن نذكرها عندنا طبعا الاوبتي بوند سولو بلاس من شركة كير، تترك ان بوند الاصفر من شركة ايفوكلار، الاكزايت اف من شركة 3M، طبعا F بمعنى انه هو محرر للفلورايد، وكان في محاولات رح نشوف بعض البراندز في هذه الفترة وحتى في الأجيال اللاحقة لوضع الفلورايد باستمرار على اعتبار انه عملية الايتشنج وعملية وضع اسيدين مونيمرز قد تؤهل لحدوث ذخر، فكان الهدف من الفلورايد انه يعزز الديمريزيشن على مستوى التيشوز على الدنتين والإنامل. البرايم اند بوند انتيم من شركة انتين سبلاي، كمان بس سيلف برايمينج بوند، كمان بوند جيد. والبلوما تو بوند ينتمي للجيل الخامس، والاي بوند بلوما طبعا لشركة كولزر، واي بوند توتال ايتش ايضا من شركة كولزر. اي بوند توتال ايتش هو نفس شركة الكولزر لبلوما، لكن بيختلف عن التو بوند انه بيحوي على مضاد للسنسيتيفيتي وبيحوي على معقم، باعتبار انه تقنية التوتال ايتش كانت تؤدي لحصول فرط حساسية، ولانه كان في اعتقاد انه ازالة طبقة الوطاخة بيؤدي لانه سرعة الانتشار الجرثومي في حال وجوده باتجاه التيوبيولز. ايضا هناك الادبير سكوتش بوند من 3M، كمان يعتبر من انواع البوند المميزه، كنت وضعت صورته مع بدايه حديثي عن الفيفث جنريشن. هذول كلها اصناف مميزه ممتازه، ممكن انه نحكي عنها كامثله على الفيفث جنريشن. راح اتوقف في تفصيل الجنريشنز عند هي النقطه عشان تكون المحاضره قصيره ويكون هناك متسع من الوقت فهمها وتمييز الأنواع المختلفة للبوند، تمهيدا الحقيقة للحديث المحاضرة الأخيرة القادمة عن الجيل السادس وعن الجيل السابع وعن الجيل الثامن وعن اليونيفرسال بوند اللي هي تقريبا نحن في الماركت هلا حاليا الفيفت جنريشن والسيفن والايت جنريشن هم الأكثر استعمالا، وانكلودد معهم اليونيفرسال طبعا. أرجو أن المحاضرة كانت مفيدة بنفس الوقت. مرة أخرى أذكركم بأنه تدعمونا بالتعليق واللايك لأنه بيساهم بظهورنا بشكل أفضل، وأيضا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل جديد. دمتم بخير، ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.